بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع طبعا نادي دبي لأصحاب الهمم يعني صار على فترة ماضية وفي خطة الأضم المستقبلية أيضا إعداد وتنظيم العديد من البطولات العالمية منها حاليا بطولة القوس السام هذه أيضا في بطولة أخرى في رفعات القوة في شهر 11 القادم إن شاء الله. نسعى دائما للاهتمام بهذه الفئة ولجزء خاص من مجتمعنا. نتمنى أيضا من الجمهور الحضور المشاركة في هذه البطولة. الواقع البطولة حاليا تقام في نفس الوقت اللي يقام فيه أيضا إكسبو في دبي. هذا من طبعا يشجع الكثير من العديد من القادمين من الخارج للمساهمة في هذه البطولة. أيضا هناك دعم كبير أيضا من دوائر حكومة دبي لهذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على تواجدكم الحقيقة و إثراءكم لموضوع بطولتنا هذه السنة. نحن برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، أعلننا اليوم عن تفاصيل بطولة احتضان دبي ودولة الإمارات لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم دبي 22. ما في شك أن ثقة الاتحاد الدولي للمجتمعات الدولية دول العالم في دبي ودولة الإمارات لم تأتي من فراغ، فقد دأبنا نحن على حسن التنظيم وعلى أن تكون الإمارات يعني ودبي يحققان كل معايير التميز والنجاح، بالإضافة إلى يعني النكهة الإماراتية اللي نحن نحطها في كل بطولة. ما في شك هذه النسخة الاستثنائية في هذه الظروف اللي نحن نعيشها لم يشعر بها أحد في دول العالم، لأن دبي ودولة الإمارات يطبقان أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والسلامة وهي من أولوياتنا نحن، والحمد لله العدد المشارك في هذه النسخة 40 دولة و 222 لاعب قد فاق النسخة السابقة التي كانت في الصين قبل الجائحة في 2017، وهذه دلالة بأن برغم الآن الجائحة وما يشار أو ما يذاع عنها في دول العالم إلا أن دبي تبقى واحد أمان ودولة الإمارات تبقى يعني دائما تستقطب كل دول العالم. بشكل سعيدين اليوم بالخبر الحصري اللي ألقى دومينيك رئيس قطاع ذوي الإعاقة في الاتحاد الدولي للقوس والسهم بأن الاتحاد الدولي وافق أن تكون دبي بطولة فزاع 2024 للقوس والسهم المحطة الرسمية والأخيرة للمتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024. ما في شك هذا أيضا يضيف لنا مسؤولية، ولكن بحد ذاته فخر بأنك تكون أنت المحطة الرسمية الأخيرة لمن يريد أن يذهب أو يحجز تذكرته إلى باريس 2024.